السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن أحتاج إن أنا ألون المشروع بتاعي بعض الألوان، طبعا لأسباب تكنيكال، ففي أبيرنس بروفايل ده بيساعدني في الموضوع دوت. ممكن أبدأ أحط خاصية معينة وهو يعمل سيرش عليها ويديها اللون، أو باي ست. طيب أنا هنا ما عنديش أي ست خالص، فهاجي هنا أقول له مان ست وأقول له أنا عايز مثلا أسيف دي وأسميها مثلا إيه، واجي مثلا على الاجزاء دول واقول له سمي دي بي واقول له سمي لي دي سي. تمام، هاجي هنا اقول له ريفرش فيبداوا يظهروا، فاقول له الاي ديت خلي لونها مثلا باللون الاصفر. تمام، واقول له ايه اد. طب البي خليها مثلا باللون الازرق، واقول له ايه دي شفافية شوية وايه. وبعد كده السي ممكن تديها اي لون اخر، وليكن مثلا الاحمر اهو، واقول له اد. فيبدأوا يظهروا عندي بالشكل دوت، اقول له ران ما يظهرش حاجة خالص. قائل لمود واقول له انا عايز اشوفها شديد، فتبدأ تظهر الالوان. طيب خلينا نختار مثلا العناصر الاخرى بالشكل دوت، واقول له خلي لي ده دي. اجي هنا اقول له ريفرش يبدا يظهر الدي، فاقول له الدي دي خلي اللون بتاعها باللون دوت ابيض مثلا، اوكي. واقول له اد يبدا يظهر بالشكل دوت. هقول له ران تبدا تظهر الالوان كلها بالشكل دوت.